منال 29 سنة من الجزائر العاصمة، أستاذة مادة الرياضيات ومصممة أزياء. حب تصميم الأزياء هو حاجة فيا أنا أصلاً، ملي كنت صغيرة نخدم توسكي كرافت. لامود فور موا هي الحاضر الماضي والمستقبل، هي عالم كبير أنا حبيت نكون فيه وحبيت توصي يكون لابول تاعي. بروجيكت رانواي الجزائر كنت نشوفه حلم كبير، دوكا نشوفه هدف. أحسن حاجة هي نعيشه من المجال اللي نحبوه، لازم واحد يلحق ونبين باللي أنا قادرة نلحق. بروجيكت رانواي الجزائر ابتداء من 28 أكتوبر كل يوم السبت على الساعة 9:15 على قناة الشروق تي في.